بسم الله الرحمن الرحيم. معكم بوقارد الصماد بصفتي ممثل نائب الكاتب العام للجمعية النموذجية للتنمية والسياحة جهة تنسيف مراكش. هنا اليوم كما تشاهدوا تشهد العموم والرأي العام، جينا في وقفة احتجاجية أمام وزارة السياحة للتنديد وللطلب بإعادة النظر في هذه الشريحة من المجتمع، هذه المرشدين السياحيين الذين يمثلون الفضاءات الطبيعية، وكذلك المرشدين السياحيين ذوي الكفاءات الميدانية على الصعيد المدن. جينا اليوم كما تشوفوا تنطلب إن شاء الله الرحمن الرحيم بالتفاتة حول هذه الشريحة من المجتمع باش تنصف ويرجع لها الحقوق ديالها ويزودوها بالبطائق الاعتماد اللي هي البطائق ديال الارشاد، لان كما هو معلوم هذه الشريحه في مزاوله المهن ديالها تتلقى بعض المضايقات بطبيعه الحال من طرف السلطات، وكذلك لتفادي هذه المشاكل يوميا هما دابا جاوا لانه دوزوا امتحان، كلهما دوزوا امتحان المباراه اللي كان تشهد ليها جميع اعضاء اللجان بكفاءة وبنتائج عالية يحصلوا عليها. للأسف الشديد ما تنصفوش، واليوم تيجيو تدوا بهذا الشيء وتطلبوا بالحقوق ديالهم وبإعطائهم البطائق الاعتماد ديالهم، وكذلك ينصفوهم نظرا للظروف الاجتماعية التي يمرون بها. وفي لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع علامة لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أخبارنا.